عليها. طيب عايزين نطمن بقى عن البعثة والاستعدادات وآخر الأخبار قبل حوالي 3 ساعات إلا ربع ومباراة اليوم بإذن الله، وخاصة بعد ساعة من الآن الفريق إن شاء الله بإذن الله هيكون في ملعب أحمد بن ريان استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني. لذلك في هذه اللحظات أذهب مباشرة إلى أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي عشان يطمننا على آخر الاستعدادات ويقول لنا ماذا يدور في ذهن بيتسو موسيماني في هذه اللحظات قبل مواجهة بطل أوروبا. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. هو حدث للتاريخ في كل الأحوال، احنا محظوظين ان احنا بنغطي هذه المباراة حتى لو بنغطي كواليسها بس، فدي حاجة يعني بالنسبة لنا كبيرة جدا جدا، سواء انا او انت النهاردة عامل سؤال للحلقة، سؤال مهم جدا، توقعاتك لنتيجة الأهلي وبايرن في نصف نهائي كأس العالم، ده لوحده حاجة تاريخية كبيرة جدا. تخيل انت طالع الحلقة النهارده يا محمد بتقول تتوقع نتيجة مباراة الأهلي وبايرن، يعني حاجة كبيرة جدا جدا، لأن دي مباراة رسمية. لعبوا مع بعض قبل كده مباريات ودية، لكن الرسمي غير الودي، فبالتالي هو حدث تاريخي في كل الأحوال. وفي تفاؤل يا أمير كمان، نتمنى للأهلي يكون موفق فيه، نتمنى فعلا يا محمد. بصراحة في تفاؤل كبير عند عدد كبير جدا من أفراد البعثة بصراحة، وعند عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي، ودي حاجة جيدة إن شاء الله. يعني التفاؤل ده يجي بشكل إيجابي ويحقق نتيجة كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي النهاردة. النتيجة كبيرة بالنسبة لنا هو التأهل لكأس العالم، أيا كانت النتيجة كام، يعني المهم إن احنا نوصل لنهائي كأس العالم إن شاء الله، عشان يبقى خلاص التاريخ يعني بيتكلم عن نفسه. النادي الأهلي طبعا فريق كبير وعنده تاريخ عظيم، بس هي حاجة هتضاف لتاريخ النادي الأهلي إن هو يوصل لنهائي كأس العالم من خلال بوابة بايرن ميونخ. لكن خليني أتكلم معاك بخصوص أجواء ما قبل هذه المباراة، وإحنا خلاص ساعات قليلة جدا على انطلاق صافرة البداية. النهاردة برنامج الفريق كان بسيط جدا، وجبة الفطار كانت صباحا، وبعد كده الغداء كان في تمام الساعة 3 عصرا، كل ده بتوقيت المونديال. الساعة 5 كان سناكس، يعني شاي وكيك كده بسيط، والساعة 5:30 تحديدا ومن قبل دلوقتي بحوالي 45 دقيقة كانت ابتدت المحاضرة الأخيرة لمستر بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الأهلي، والتعليمات الأخيرة والنقاط اللي ركز عليها بشكل نهائي في هذه المحاضرة، وخدت وقت شوية، وطبيعي إنها تاخد وقت. أنت هتلاعب بايرن، إيه استراتيجيتك؟ هتعمل إيه في المباراة دي؟ أكيد مستر موسيماني قرر خلاص بشكل نهائي. ساعات قليلة كمان نعرف تشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة، ولما نشوف المباراة كمان هنشوف أسلوب النادي الأهلي والتكتيك الخاص بمستر بيتسو موسيماني في كيفية التعامل مع فريق بايرن ميونخ الصعب، أفضل فريق في العالم. الأمور ماشية بشكل جيد جدا، كل اللاعبين جاهزين نفسيا طبيا فنيا بدنيا لهذه المباراة بإذن إن شاء الله. أتمنى لهم كل التوفيق يا محمد. أنا معاك. طيب، لو في أي استفسار اتفضل. من خلال متابعتك للمعسكر وقربك من اللاعبين والجهاز الفني، ماذا يدور في ذهن بيتسو موسيماني الكلام اللي ممكن في الكواليس اتكلمت معاه، شعوره وإحساسه، بيفكر إزاي في هذه المواجهة؟ خليني أقول لك يا محمد إن لحد أول امبارح تحديداً، وكانت بداية الاستعدادات للنادي الأهلي لهذه المباراة من خلال مران الأهلي المسائي، كان في فكرين في ذهن مستر بيتسو موسيماني، بيفكر في تفكيرين بالظبط عشان يلعب بيهم هذه المباراة. تفكير ما وتفكير آخر، من غير ما نتطرق ونستفيد في الحديث عن ما يدور في ذهن مستر بيتسو موسيماني، لكن خليني أقول لك كمان إن هو استقر بشكل نهائي عن الشكل اللي هيلعب بيه والفكر اللي اختاره من الخيارين اللي كانوا قدامه امبارح في المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا ننتظر ونشوف هيعمل ايه في الماتش، لكن الراجل هادي قوي، يعني انا شفته في مقر الإقامة هادي جدا، مش نيرفس، مركز، هدوء مع التركيز مع ثقة، حاجة كويسة جدا، وهي ثقة دي جاية لأنه هو طبعا مدرب كبير، وفي نفس الوقت هو بيقود فريق القرن في أفريقيا، يعني أفضل فريق في أفريقيا وبطل القرن وبطل البطولة الأفريقية في النسخة الأخيرة و9 مرات، فيعني طبيعي جدا يكون عنده ثقة، لكن ثقة مع حذر شديد جدا من هذه المواجهة مع فريق قوي طبعا زي فريق بايرن ميونخ، لكن هدوءه منقول للعيبة بالشكل الأمثل، وده كان مطلوب قوي يا محمد بصراحة، لأن أنت تبقى نازل المباراة دي تبقى هادي، ما تبقاش قلقان، ما تبقاش خايف، انت بطل قاره كبيره جدا وهي القاره الافريقيه، انت في نفس الوقت بتلبس تي شيرت افضل فريق واحد افضل الفرق في العالم هو النادي الاهلي بكل تاكيد، فلازم يكون عندك ثقه في نفسك قويه جدا. لاعبين النادي الاهلي واثقين في نفسهم واستعدوا خير استعداد لهذه المباراه.
طيب المباراة طبعا في حال التعادل السلبي أو الإيجابي في الوقت الأصلي هنروح لل 30 دقيقة وقت إضافي اكسترا تايم، ثم بعد ذلك ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. هل الفريق اتدرب على ضربات الجزاء؟ فكرة المعدل اللياقة البدنية عشان المباراة ممكن تصل ل 120 دقيقة؟ خليني اقول لك ان بالفعل يا محمد الفريق امبارح مع نهايه المران كل اللاعبين اتمرنوا على ضربات الجزاء الترجيحيه بما فيها حراس المرمى نفسهم، سواء كانوا بيحاولوا يصدوا ضربات الجزاء الترجيحيه من قبل اللاعبين في مختلف المراكز او حتى هم اللي يسددوا، لان انت مش عارف الامور تمشي لحد فين حتى في ضربات الجزاء الترجيحيه، لكن كان في تدريب على الجزئيه دي بشكل قوي جدا، وخصص مستر بيتسو موسيماني جزء مع نهايه المران للتدريب على ضربات الجزاء الترجيحيه اللي شهدت تألق معظم اللاعبين بالمناسبه في تسديد هذه الركلات. كمان مستر بيتسو موسيماني ركز على الكور الثابته بشكل كبير من ضمن برضو النقاط اللي كان مهتم بيها قوي في تدريبات النادي الاهلي، لكن انت اتكلمت كمان على جزئيه مهمه قوي والجانب البدني، ولما تيجي تتكلم على الجانب البدني هتلاقي طبعا ان الالمان هم يعني السباقين في الجزئيه دي ودايما بيبقوا واقفين على رجليهم ما شاء الله بدنيا في كل الاشواط يعني في الحقيقه، لكن بالظبط يعني، لكن خليني اقول لك ان فعلا لعيبه النادي الاهلي كمان بدنيا ممتازين واقفين على رجلهم كلهم، امبارح في التدريبات كانوا بشكل جيد جدا الحمد لله، ما فيش اي اصابه خالص، الكل متاح لمستر بيتسو موسيماني والكل جاهز بدنيا زي ما قلت لك، وكان التجهيز في الجانب البدني عباره عن بعد ممرات الدحيل تحديدا يعني تدريبات استشفائيه وتدريبات بدنيه خفيفه وتدريبات كور، عشان كده كده الاهلي عنده مخزون بدني جيد واحنا عندنا طبعا جهاز فني ممتاز يقدر يتعامل في مثل هذه الامور يعني. أكيد. فكل التوفيق للنادي الاهلي محمد باذن الله تعالى، يا رب ان شاء الله، يا رب ليه لا، ليه لا، ان شاء الله نعمل النهارده انجاز تاريخي باذن الله. امير هشام موفد قناه النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وعايز اكد لحضراتكم يعني الساعه دلوقتي 5:30 المفروض الفريق هيتحرك بالظبط بعد حوالي نصف ساعه، لان الفريق لازم يكون موجود في استاد احمد بن علي الساعه 6:30 طبقا للاجراءات والقواعد الفنيه اللي قالها الاتحاد الدولي والحمد لله انفردنا بيها خلال الايام القليله الماضيه.